شو صار؟ بدك تروحي هيك بدون ما تردي ولا تقولي أي شيء؟ عن جد زعلتيني، ما ضل عندك شيء تدافعي فيه. شو بدي أقول ماليشكا؟ أصلاً الحقيقة واضحة قدامك، بس لازم تفتحي عيونك، لأنه مو أنا اللي عم أحلم ماليشكا، أنتي اللي عم تحلم. عم ابتسم بسبب الواقع اللي عايشته، بس أنتي ما عندك غير الحلم، حلم أنه ريشي يطلقني ويتزوجك ورح تصيري شريكة حياته. بس ريشي لقى اللي بده إياه ومشي الحال، وأنتي ما بتعني له وما رح يصير بحياته إلك. تعرفي شو؟ لحد اليوم بكل مرة تحديتيني أنا قبلت التحدي وقدرت عليكي، واليوم كمان. وقفي لحظة، ليش عم تفكري إني عم أتحداكي أصلاً؟ ليش لأعمل مشكلة معك عشي ما بيخصك؟ أنت اللي عم تتحديني ماليشكا، لأنك بتعرفي منيح الحقيقة، ريشي مو إلي، أنت ما خصك فيه، لأنه لا مو اليوم، مو اليوم ماليشكا، لو سمحتي، لأنه هاليوم مهم بالنسبة إلي، ماني فاضيتلك. لا تحاولي تستفزيني على الفاضي، لأنه بهاليوم المميز ما في أهم من الزواج، فهمتي؟ بقى حاجة تضيعي وقتك ووقتي. كيف بتتجرأي تحكي معي هيك لاكشمي؟ مين مفكرة حالك؟ انتي وحدة ما بتفهمي، ورح تشوفي شو رح أعمل. بعدي ماليشكا. إذا بتعيديها ما بتعرفي شو ممكن أعمل فيكي. لاكشمي، لا، ما رح تقدري تبعدي ريشي عني أبداً ماليشكا، ولا حتى بالصورة. يلا روحي، طلعي من هون. أنا بورجيكي. هذا اليوم مميز كتير، وما رح أسمح لحدا ينزعه. خربي عليها هاليوم. إيه؟ ما لازم يمرق هاليوم على خير عند لاكشمي، والحب يلي بينها هي وريشي لازم ينتهي. ماما، أنا الوحيدة اللي بتعني لريشي هو ما بيحبها، كم مرة لازم عدلك هذا الكلام؟ شو بكي؟ طيب ماشي حبيبتي، ريشي مهتم فيك، انبسطتي؟ بس إذا كان في أي مشاعر بينهم لازم توقفيها وتدمريها فورا، لأنه مثل مو شايفة كل العيلة شايفتهم أحسن زوجين بالعالم، لازم تكسري هالشي، اثبتي لهم إنه لاكشمي أسوأ زوجة وما بتستاهل ريشي. بس ماما كيف؟ كيف بدي أعمل هيك؟ اليوم أحسن فرصة، مو هي قالت إنه رح تضل بلا أكل كرمال ريشي؟ بس تخيلي معي، إذا ما التزمت وأكلت، كيف رح تصير صورتها قدامهم؟ حتصيروا كأنها عم تتمنى المرض لريشي، ورح يكرهوها كله. طيب ماما، إذا ما رح تلتزم، لكن ليش شاركت من الأساس؟ مستحيل ماما هي ما رح تاكل، شو عم تقولي؟ هالشي ما رح تعمله من حالة، أنت رح تجبريها عليه. أنا؟ وهالحب يلي بين ريشي ولاكشمي رح ينتهي على الأخير، وخليهم يشوفوا أنه لاكشمي ما عم تحميه وتنقصه، بالعكس عم تأذيه وتقلل عمره، وحياته ما بتعني له أبدا. فهمتي عليه؟ لازم تعمليه، لازم تجبريها تاكل، عم تفهمي؟ شالو، بدي منك خدمة، ممكن تجي لهون؟ بحاجة مساعدتك ضروري، ما بدي لاكشمي تدفع ثمن الغلط يلي عملته. هالبنت معنا طبيعية، هم الوحيد ريشي يصير إلها ويتزوجها، لهيك بدها تبعد لاكشمي وريشي عن بعضه، ومستعدة تعمل كل شي لتحقق هدفها. وهلأ أيوش زعجها كتير وعصبها، عن جد بتمنى ما تروح تتفشش بأختي. أحسن شي إني دقلها. ألو، مرحبا أختي، طمنيني كيفك؟ شو هالسؤال شالو؟ مثل العادة منيحة. راح عن بالي لأني ما عم آكل. لازم ما خبرها عن اللي صار بين أيوش وماليشكا، ما في داعي خوفها على الفاضي، حاجتها إنه ما عم تاكل رح تضل جوعانة. خلص بقلا بس انتبه على حالها. ألو، ألو شالو، أنتي معي؟ إيه معك. إيه أختي، بس شردت شوي، عم دقلك لقلك بس انتبهي على حالك منيح وكملي المراسم للآخر. أنتي لازم تحتفلي بدون خوف أو مشاكل. إيه، ومتأكدة إنك رح تكوني قدها وتعاملية، بس المهم إنه تضلي منتبهة على حالك كتير منيح. إيه، عم تقولي هيك مشان ماليشكا؟ لا أبدا، مو لهيك عم أحكي، بس بشكل عام يعني بدي تنتبهي إنك ما تاكلي أو تشربي بالغلط أختي وتخربي يومك. بس إيه ماشي، رح انتبه. ليش لا أكل بالغلط؟ تتذكري أنا كنت نبه ماما شو تعمل بهاليوم؟ إيه، تتذكري شو كانت لابسة؟ السهر الأحمر. إيه، كانت تطلع فيه حلوة كتير.
لدرجة ما نقدر نبعد عيوننا عنها. كانت بتاخد العقل، تعرفي؟ كنت أسأل ماما كيف بتقدر تتحمل، كيف بتقدر تضل بلا أكل وشرب ليوم كامل وبدون ما يبين عليها التعب. لهلأ بتذكر جوابها، قالت لي لاكشمي المرأة مشان زوجها بصير عندها القوة تتحمل، وقالت لي بكرة بس تكبري وتتزوجي أكيد رح تعملي مثلي ورح تتذكري هالحكي اللي قلت لك يا وتشتاقي لي إذا ما كنت معك. وبصراحة شالوا اليوم كتير مشتاقة لماما وبابا. بس أختي نحن هون كلنا مع بعض، وبابا وماما على طول معنا كمان. عندي إلك خبر حلو، جاي لعندك على البيت مشان شوفك. بصراحة مرت عمي رح تجي لعندك مشان الحفلة وأنا رح إجي معها. طيب وباني وينها؟ إيه كمان باني رح تجي معنا، بس نيها ما بعرف وينها، مانا بالبيت. طيب يلا منيح أنكم رح تجوا، بحكي معك بعدين. سلام. أنتي بتحكي بهي الشغلات والذكريات بس مع أختك ولا بتشاركيها مع حدا تاني؟ قصدي فيك تحكي لي إذا بدك. عن شو؟ عن عيلتك. يلا اليوم خلينا نحكي عنهم. مثلاً ليش ما بتحكي لي شوي عن أبوكي؟ كنتي بتحبيه ومتعلقة فيه كتير، مو هيك؟ ومتأكد أنك عم تفكري فيه ومشتاقتي له كتير، مو صح؟ لكن ليش ما بتحكي لي؟ يلا عادي وخبريني عنه. شو بدي خبرك؟ أي شيء. برأيي بابا كان أحسن أب بكل العالم، تعرف؟ كان دائماً جاهز لحتى يساعد الكل، مين ما كان بمشكلة كان يروح دغري لعنده ويساعده، حتى ما كان يفكر بحاله أبداً، كان يتعب ما كان يتحمل يشوف حدا عم ينظلم، حتى لو كان هالشي رح يوقعه بمشكلة كبيرة.